عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نحضروا مع بعضنا التشكيله من المملحات او الميني سالي. اول حاجه باش نبداو بها باش نحضروا الباتا نتاعنا. بسم الله، حطينا مغرفه كبيره سكر، ساشي خميرة خبز 10 غرامات، شويه حليب دافي ونخليوهم يتفاعلوا لمده 5 دقائق. توا بعد 5 دقائق كما تشوفوا باش نزيدوا مغرفه صغيره ملح، كعب عظم اللي هو البيض، كعب ياغورت ناتور. نحركوا شويه وبعد باش نزيدوا 500 غرام فرينه، رطل فرينه، ونبداو نلمو العجينه نتاعنا بشويه بشويه. لهنا استعملت رطل فرينه عليهم 200 مليليتر حليب دافي. ولهنا باش تطرى البات نتاعنا باش نزيدو 50 غرام زبده في الاخر، وهكا تجينا طريه وهشوشه. فوالا، توا حطيناها على البلون طرافاي، رشينا شويه فرينه ونعجنوها لمده 10 دقائق. وتوا بعد ما كملنا كما تراو ما شاء الله، باش ناخذوا البول صبوا فيها شويه زيت باش تسهل علينا من بعد كي نحيوها، ونغطيوها مليح البابي سيلوفان، خليوش الهواء يدخل لها من الاجناب، ولما منديلة نظيفه اللي متوفر عندك خليوها تخمر لمده ساعه. في الوقت هذاك باش نحضروا الفاخس نتاع لي ميني سالي. خذينا هنا اسكالوب دو بولي بعد ما غسلناه وحطيناه في الخل، زدناه مغرفه متاخد، مغرفه صغيره فلفل احمر، مغرفه صغيره فلفل اكحل، مغرفه صغيره كليل وزعتر، ومغرفه صغيره كركم، ملح وعصره قارص، وخليناهم في الجدار لمده نص ساعه. توا بعد نصيف ساعه حطينا كل مقله وباش نقليوهم بطبيعه مع شويه زيت. توا اسكالوب نحضر باش نحيوها ونحطوها على الشيره، وباش نبداو في تحضير الكريب. هنا خذينا كعبتين عظم، مغرفه صغيره سكر، مغرفه صغيره ملح. لهنا باش نحضروا بها 4 وريقات كريب، 400 مليليتر حليب، 250 غرام فرينه، ولهنا بتبيعها انت والفرينه اللي عندك قداش تشرب. ليسونسييل نو سو لا تيكستور اللي باش نوريها لكم الاخرانيه. فوالا هذه التيكستور اللي حجنا بها. طبعا نحطوها في الدوزور نحطوا الزبده في الكريبيير نتاعنا، نحطوا الكونتيتي اللي حاجتنا بها. اذا كان ما عندكش الدوزور باللوش ندوروا كما تشوفوا ونقلبوا. فوالا هذه كعبتنا الاولى حضرت. بنفس الطريقه ندهنوا بالزبده، نحطوا لا كونتيتي، ندوروا وكعبتنا الثانيه حضرت، ونكملوهم بنفس الطريقه الكل. لهنا سرعت شويه في الفيديو باش ما نطولش عليكم، ليسونسييل تشوفوا كل شيء. فوالا هذو مكعباتنا حضروا. توا باش نلتقلوا للفاخس نتاع الكريب، خذينا كعبتين عظم، 50 غرام جبن، مغرفه صغيره ملح، مغرفه صغيره فلفل اكحل، وشويه معدنوس وبصل مقصوصين كما تشوفوا. حركناهم لهنا، شفت اللي هي تستحق كعيبه عظم اخرى، باش نزيدوا كعيبه عظم. هلا نحطوها باش تيب على روحها. توا حطينا شويه زيت، حطوا فيها كل الاومليت الكل، الخليط نتاع الاومليت، ونقلبوا. فوالا اومليتنا حضرت، نحطوها على جنب ونتعداو للي من بعده. فوالا توا البات نتاعنا ما شاء الله خمرت كيما تراو، نحيو منها الهواء الكل، وباش نقسموها على ثلاثة كعبيرات باش كنحلو بالقلقال تسهل علينا. فوالا باش ناخذو توا الكعبورة الأولى، نلموها بالقدا
ونحلو بالقلقال. توا عندي القالب هذا، اذا كان ما عندكش نجم هذوما تاع السابلي نجم تستعمل الكيس. هذوما اول نوع باش نبداو بالميني برجر. فوالا ونحطو في الطبق الفور، بطبيعة حاطين عليه بابي كويسون. بعد راهو انا من الاول عملتهم هكا، بعد ظهر لي هكا كلي كبار شويه عاودت كعبرتهم تشوفوهم في الاخر. توا باش نعاودو نحلو الكعبوره الثانيه، ناخذو القالب الماكبر شويه. وتوا باش نعملو لي ميني ساندويتش، ناخذو الدوره ونلموها هكا من الاطراف كيما تراو. هذي الميني ساندويتش الاول، هذا الثاني، تنوريكم من بعد كيف حطيته في الطبق الكل. وطبيعه من بعد خليوهم مده هكا 5 دقائق باش يزيدوا يخمروا هكا شويه. لازمنا نعملوهم صغار صغار خاطر من بعد راهو يتضاعف الحجم نتاعهم. هلا كيما تشوفوا لهنا بعد ما خمروا وهكا كيما تشوفوا دورتهم شويه الكعيبات الاولانيين نتاع الميني برجر. لاني خديت الاصفر نتاع العظمه، عليه شويه حليب، شويه خل هكا على الريحه نتاع العظم، شويه لهنا سينوجه وحبه البركه، نرشوهم من الفوق ونحطوهم بطبيعه على 180 درجه في الفور. لهنا حبيت انا هكا نعمل لك لي ساندويتش، عملت لهم نسيتها وعملتها من بعد التجريحه. بون بينت شويه في لي ميني ساندويتش، تشوفوهم بعد كي يحضر. هلا هذه الريزلتا ما شاء الله، جاوا هكا منفشين مزيانين. حطوهم على جنب وننتقلوا للنوع الثالث. نحلوا العجينه نتاعنا، ناخذوا القالب وبيان الكيس، كما تشوفوا نعملوا هكا من كل حويجه شويه. هذايا البطبوط، ناخذوا اكل المقله نتاعنا اكل المحرف، اذا كان ما عندكش المحرف تستعمل العادي، ما نعقدوش الامور، كل شيء يجي. فوالا نحطوهم على نار هكا هاديه باش يطيبوا بالقدام الداخل، ونقلبوا كما تشوفوا هما بيدهم ينفشوا معناها شويه. فوالا نطيبوا كل جناب زادا ما ننساوهمش. وهذا نوعنا الثالث احضر. هلا ناخذوا الباقي من البات، حلوه بالبيهي، ناخذوا القالب او الكيسك، وتوا باش نعملوا الليميني بيتزا. يجيو هكا زغرونات مزيانين يعملوا الكيف. خدينا الطبق نتاع الفور عليه بابي كويسون كالعاده ونحطوهم الكل. هلا تو باش نحطو لهم كسوس بيتزا. لهنا عملت طومات كابتين طماطم فريشكين رحيتهم، عليهم غرفه صغيره طماطم كونسونطري، شويه هريسه عربي، شويه كليلو زعتر، فلفل اكحل، فلفل احمر، تخليهم يتيبوا وتحصلوا على صوص بيتزا. نحطوا فوق منها شويه فرماج. ديجا صوص بيتزا حضرتها معاكم في اللي بيتزا اللي حضرناها من قبل. فوالا حطوهم في على 180 درجه. هذه البيتزا نتاعنا حضرت ما شاء الله كما تشوفوا. زيدوا هكا تشيشه طن كيبه هكا زيتون مقصوصه، ما نكثروش من الزينه خاطر هي صغيره هكا. فوالا ننتقلوا للنوع الاخير بالباقي نتاع البات اللي بقالنا، وباش نعملوا كعيبات فريكاسي صغرونات يعملوا الكيف. ناخذوا كدوره ونجبدوها شويه كيما تشوفوا، ما شاء الله طيح فيها ربي البركه وطيحت الخير والبركه كيما ما نقولوا. فوالا هذوما كعيبات الفريكاسي، باش نحطوهم بطبيعه نحطو الزيت يسخن بالكدا، نرميو الكعيبات نتاعنا هكا، نحاولو نحطو الزيت من فوق بالكدا. وهذه كعيبات الفريكاسي، حضروا نودكم ومنشهيكم.
توا كملنا حضرنا كل شيء باش نبداو توا باللي فاخس وبالزينه نتاعنا. خدينا اول حاجه الفريكاسي حليتها كما تشوفوا ما شاء الله شوشه طايبه من داخل نتكم ولا نشهيكم. حطينا شويه هريسه بطبيعه الفاخس الكل على ذوقكم انتوما، مي الفريكاسي معروف معناها شويه تن شويه بطاطا مسموطه العظم مسموط كعبة زيتون شويه معدنوس وبصل ونحضروا كعبات الفريكاسي الكل بنفس الطريقه. المنظر وحده يحكي ومره اخرى معناها نقول لكم اللي انا سرعت برشا في الفيديو باش ما نطولش عليكم، مي فيه ليسونسييل الكل وباش نخلي لكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. هلا توا كملنا حضرنا كعبات الفريكاسي ما شاء الله كما تشوفوا شهيو، حطوهم على جنب وتوا باش نحضروا البطبوط. فوالا كما تشوفوا طايبه من داخل ما شاء الله. باش نعمل لهنا الفاخس انتوما والمتوفر عندكم. لهنا خديت السوسيسون السلامي البقري بالهكا فيه شويه فلفل اكحل بنين برشا، شويه وريقه صغيره من الخس، السلايس فروماج سلايس هلا، ونكملوا كعبات الكل بطبوط بنفس الطريقه. هلا كعبات الاخرانيين عملتهم بالليسكالوب في عوض السوسيسون. توا باش نحضروا الميني برجر شكل المنظر اللي فيه متحفن. هنا الاومليت خديت منها سويتها وكل بقال كله زينت به البرجر، عملت السلايس شويه الخس شويه مكلومليت والهريسه والسوسيسون. فوالا تجي تشكيله بنا باش نحكي لكم. توا هذه باش نحط فيها الفرماج هريسه الاومليت السوسيسون الخس وهكيكا ميني برجر. اش باش نحكي لكم نكملوا الكل بنفس الطريقه. وهذا الميني برجر نتاعنا حضر. توا باش نحضروا اكل كريب، ناخذوا الكعيبه الاولى ندهنوها بالهريسه فخماج والا مايونيز انتي وما تحب، نتويوها بالقدا نلفوها يعني بالقدا، وناخذوا الكعبه الثانيه نعملوا الهريسه فخماج نحطوا كلومليت اللي حضرناها ونحطوا سلايس الفرماج وناخذوا الكعبه اللي لفيناها ديجا ونلفوا عليها بالقدا بالقدا كما تشوفوا بالطريقه اللي وريتها لكم. توا باش ناخذوا سكينه نحيو اكل جنيب ونقصوا هكا كدي مغصو مزيانين كما تشوفوا ما شاء الله. هلا النوع الثاني مش ندهنو كيف كيف، الورقة الأولى بالهريسة الفخوماج، لهنا خذيت السوسيسون سلامي البقري بالفلفل الأكحل سلايس، حطيت الكعبة الأولى اللي كيف كيف كما الميثود الأولى معناها دهنتها بالفخوماج وبالجبن لفيتها وحدها وحطيتها كي كما تشوفوا. هذا النوع الثاني من الكريب. هلا راهو جاو بنين على الاخر. توا الزينه بطبيعه ترجع لكم، خذيت فيها سيريز وهكا المغصو نتاع الفرماج نزينو بالطريقه اللي تعجبكم واللي متوفره عندكم بطبيعه. ما شاء الله برطل كيما تشوفوا عملنا برشا انواع وبنينا على الاخر. هلا وهذه الكريب نتاعنا حضرت، البطبوط الميني ساندويتش
الميني برجر. حسيلو واش باش نحكي لكم، انودكم ومن شهيكم ان شاء الله. غسيتي لليوم تكون عجبتكم، جربوها، تلقاو المقادير الكل في صندوق الوصف، وان شاء الله تعجبكم. ما تنساوش لي كومونتير، لايك على الفيديو، ابوني شين يوتيوب. مرحبا بكم الناس الكل، وان شاء الله عامكم مبروك.